69% من الأردنيين غير متفائلين بالحكومة الحالية بعد مرور عامين ونصف على تشكيلها، حسب ما كشف استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية حول انطباعات المواطنين وتحليل اتجاهات الرأي العام. المركز كشف في مؤتمر صحفي أن 60% من المواطنين غير متفائلين بالاقتصاد الأردني في العامين المقبلين. 4 قضايا أساسية أنا أبدأ من أهمها: خدمة العلم باعتبارها قضية وطنية عليها إجماع خاصة أمام الشباب. الثانية الأحزاب، والأحزاب هناك صرخة في موضوع الأحزاب، علينا أن نعيد التفكير بأدواتنا في بناء أحزابنا وخاصة في متصب الشباب. الثالثة أن هنالك بعض الأمل، وهذا بعض الأمل هام وهام جدا خاصة عند الشباب، يشعرون أنهم متفائلون وسعيدون وراغبون في الإقبال على الحياة لكنهم غير واثقين من الأوضاع العامة، هذه الثالثة. الرابعة أن المؤسسات الرسمية هي من الحكومة والمجلس النواب والأحزاب والمجالس المحلية هي التي تحظى بالثقة الأقل بين مؤسسات الدولة المختلفة. إذا بقارن الخصاونة مع الرزاز، علامات الرزاز أعلى، لكن عشان العدالة أيضا مرة أخرى الذي ساعد الرزاز أيضا أنه جاء في ظروف الكورونا البداية، وبعدين كان كل الأردنيين مع الحكومة مع الدولة إذا تتذكر كانت نسبة أنه الذين يرون أن الأمور تجي في السلسل الإيجابي في الأردن 92%، الرزاز يعني سجل أعلى، ثم يأتي ثانيا الخصاونة، ثم يأتي ثالثا الملقي. وتاليا أبرز نتائج الاستطلاع. تصل في الساعات المقبلة إلى الأردن 11 شاحنة مع سائقيها الذين تمكنوا من مغادرة ميناء سواكن الحدودي السوداني إلى ميناء جدة على متن باخرة عمان، بحسب الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي. وبذلك يكون قد نجح 16 سائقا في مغادرة السودان الملتهب، من بين 35 سائق شاحنة علقوا في أقصى شمال شرق السودان. المجالي قال لرؤيا أن الوزارة تستكمل تأمين عودة 14 سائقا أردنيا وشاحناتهم بتنسيق مع وزارة النقل والجهات المختصة في السودان والسعودية. وأشار المجالي إلى أن سائقي الشاحنات المتبقية في السودان يستكملون إجراءات تخليص بضائعهم من الجانب السوداني ليصار إلى نقلهم إلى الأردن. أجرت وزارة الداخلية تعديلات على نظام التأشيرات بهدف ما وصفتها بمواكبة المستجدات والتغييرات وتسهيل دخول الأجانب وتشجيع الاستثمار والسياحة. هذا النظام الجديد للزوار يتيح اختيار نوع التأشيرة ومدتها وأسباب الزيارة وعددها، وتتراوح مدة التأشيرات بين 6 أشهر أو سنة أو 5 سنوات، بحيث تبقى سارية المفعول لحين انتهاء مدة سريانها. هذا وكان النظام السابق يلزم القادم باستخدام التأشيرة خلال أول 2 شهر من تاريخ صدورها حصرا، وبخلاف ذلك كانت تعتبر لاغية بغض النظر عن مدتها. قرار وزارة الأشغال العامة والإسكان بإلغاء العطاء المركزي للصيانة وإعادة تأهيل شارع 60 الذي يربط مدينة إربد بلواء الوسطية والأغوار الشمالية أثار استياء مستخدمي الطريق. شارع السلام اسم على غير مسمى، فالسلامة العامة في الشارع الحيوي الذي يمتد على طول 30 كيلومترا في إربد وحتى الأغوار الشمالية مسألة غائبة أمام آلاف المركبات التي تعبر الطريق يومياً،
معضلة قديمة كادت أن تنتهي لولا إعلان وزارة الأشغال العامة عن إلغاء العطاء المركزي الخاص بالإشراف على صيانة وإعادة تأهيل الشارع بكلفة 2,400,000 دينار، إعلان أثار استياء السكان. يا أخي وين نروح من الشارع هذا؟ على مين نشتكي؟ على البلدية؟ على المركزية؟ على الوزير؟ على رئيس الوزراء؟ ندش اللي بيصير بالشارع، شارع محفر هجور، كل يوم حادث، كل يوم مصيبة. بعض مسؤولي المنطقة أكدوا متابعتهم للمسألة، معبرين عن استهجانهم من تقصير وزارة الأشغال بمشروع تأهيل الشارع الذي ما زال يشهد حوادث سير قاتلة إثر انتشار الحفر والمطبات والانعطافات الخطرة على طول الطريق. تابعت هذا الموضوع مع معالي وزير الأشغال، وتابعت الموضوع مع عطوفة أمين عام وزارة الأشغال، وحكوا إحنا كل اللي علينا قدمنا، إحنا طرحنا العطاء، هذا العطاء كان يعني تكلفته حوالي 4 مليون، لكن أوقف بكتاب من رئاسة الوزراء بموازنة 2023 شطب موازنته، والآن يعني يتوقع أنه من خلال المنح الدولية أو المنح الخارجية ينفذ. تفاجأنا للأسف بخبر صاعق فاجأ جميع منطقة محافظة إربد بإلغاء طرح هذا العطاء اللي هو شارع 60 أو شارع السلام الذي يسمى بشارع السلام، ولكن يعني للأسف لم يعد المسير على هذا الشارع بسلام، لأن هناك تهالكات كبيرة وحفر كبيرة أدت إلى الوقوع بالحوادث الكثيرة، منها تصادم وكذلك منها انفجار عجلات وأدى إلى قلبان السيارات. بخدم حوالي 30 الأردن، بخدم الأغوار وبني كنانة والطيبة والوسطية وغرب إربد، و يعني نص محافظة إربد بخدم هذا الشارع. هسه بتلاقي دخلة بيهتم فيها رئيس البلدية أو بيهتم فيها النائب أو عضو اللامركزية، بس هذا الشارع تركوا هذا الشارع لأنه داخلي ما بنتخب وما عنده أصوات فما حد بيهتم فيه. شوارع عديدة في المدينة توقفت عطاءات صيانتها بعد توقف المخصصات المالية التي رصدت لأجلها وعقب قضايا فساد شابت بعض هذه العطاءات، والحال هذه تظل الطريق مصدر قلق لسالكيها إلى حين الإيفاء بوعود إصلاحها. تحت شعار حملة الاستدراك الواسعة، احتفلت مديرية الشؤون الصحية في محافظة البلقاء بالأسبوع العالمي للتطعيم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. أمين عام وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد شبول أكد أن الاحتفال يهدف إلى نشر الوعي والحقائق المعرفية حول التطعيم لحماية المجتمع من الأمراض السارية، مشيرا إلى أن الأردن من أوائل دول المنطقة التي أدخلت المطاعيم ضمن برامجها الوقائية منذ نشأة البرنامج الوطني للتطعيم عام 79. المطاعم الوطنية عددها 12، آخرها دخلنا اللي هو مطعوم الهباتيتس ألف عام 2020، وفي هذا العام إن شاء الله سيدخل المكورات العنقودية البي سي في في قبل نهاية هذا العام. معدلات التغطية للتطعيم في الأردن نقصت أقل من 80%، 76%، بس زي ما ذكرت إنه الوزارة عملت بدعم من منظمة الصحة العالمية على رفع هذه النسبة للوصول للفئات التي تحتاج إلى التطعيم حسب البرنامج الوطني للتطعيم، ارتفعت حتى وصلت إلى أكثر من 95%. في محافظة إربد تنظم مبادرة نون للقراءة والإبداع جلسات حوارية دورية تستهدف أبناء المجتمع المحلي والطلبة في الجامعات والمدارس لحثهم على تفعيل مفهوم القراءة الواعية ودمج الفئة المستهدفة بالفعل الثقافي. هذه المبادرة التي أرى أنها مبادرة نوعية تختلف عن كثير من المبادرات التي نشاهدها على امتداد ساحات هذا الوطن، حيث أنها مبادرة تعنى بفعل القراءة الحقيقية من خلال إقامة جلسات حوارية نقاشية للكتب وحث أبنائنا في المدارس والجامعات على المزيد من القراءة والقراءة الواعية، بالإضافة إلى اهتمامها بالتراث الشعبي الأردني.
كان هذا الإشهار عبارة عن حفل تبنى العديد من المواهب في كافة المجالات، الخاطرة، الشعر، المقال وغيرها، وأيضا الموسيقى. والحمد لله كان هذا بداية لإشهار مبادرة نون وانتشارها على مستوى اللواء والمملكة بشكل عام. سعادتنا بأن أطلقنا هذه المبادرة تزامنا مع إعلان بني كنانة مدينة للثقافة الأردنية. هذه المبادرة يقوم عليها ملتقى جدار أنقذ الثقافي وملتقى شعلة اليرموك الثقافي، نعمل من خلالها برئاسة الأديب الشاعر أماني المبارك على تبني المواهب الشبابية وكل المبدعين في بني كنانة. أطلقنا شعارا جميلا لهذه المبادرة، فكر وعي وأخلاق، لنتبنى هذه المواهب الشابة، لنتبنى أفكارهم، كتاباتهم، إبداعاتهم. واتفقنا على أن تكون الأخلاق هي البوصلة لكل أعمالنا، هي قوة الأمل لكل أعمالنا، حتى ننهض بأبنائنا الشباب. والطاقات في بني كنانة عديدة، لابد أن نأخذ بأيادها. رغم أنه يومهم، إلا أنهم لا يستطيعون التوقف عن العمل فيه. هذا حال مواطنين في يوم العمال، مثل عامل الطبار الحاج عيسى الأخرس ونادي المطعم عماد كنعان الذي لم تسعفه شهادته الجامعية في العمل بموجبها. كاميرا رؤيا رافقت العاملين وعادت بالتقرير التالي. بشتغل في الطوبار لي أكثر من 40 سنة، ورثت عن أبوي رحمة الله عليه، ونعمر الدور للناس. كل يوم الصبح نصحى الفجر ونقول يا الله لقط رزقنا على الشغل، ومرأ بالأعياد ما منعطل لعيد العمال ولعيد العيد الأضحى، نشتغل مثلا ثاني يوم ثالث يوم. مش راح أترك الشغلة هاي إن شاء الله حتى يأخذ أمانته. درست إدارة فنادق وسياحة، تخرجت طبعاً، أخذت شهادتي، بحثت عن عمل لكن للأسف ما لقيت، فلجأت إني أشتغل على عرباي، ببيع شعر بنات، قشطة وعسل، شغلات أمور زي هيك يعني. قعدت تقريبا فترة 7 سنين وأنا أدور على شغل وأستنى وظائف. بالأخير لقيت وظيفة هنا في هذا المطعم، وتعرف الإنسان عنده التزامات وعنده أجورات وعنده أطفال وعنده أولاد، بده مصاريف، وأنا المصاريف من وين بدي أجيبها إذا ما اشتغلت؟ فاضطريت إني أنا أشتغل في هذا المطعم. شغلتي إني بقدم أكل، بنظف الطاولات، بنظف الصالة، هاي شغلتي هنا.